ثاني حاتي طريق حلب دمشق اختصر على مسافات كثيره الحمد لله، يعني حتى الراكب صار يشعر انه صار يصل بسرعه، صار كذا، الشوفير، المرافق، العالم كله ارتاحت يعني الحمد لله. صرنا 9 سنين كمان مانا معدين على الطريق، والحمد لله الطريق سليم، ما في شيء اي طريق اي اشكالات الحمد لله، وخلصنا من هذا الطريق السيء خلاص، كان طريق الموت يسمى. الطريق كان كثير كثير صعب علي، وحتى يعني عشوائي رح يتدمر مستقبلي كرمال هالمواضيع وهالطريق هذا. هلا اليوم كانت الفرحه ما بتنوصف، انا بقدر اطلع على جامعتي، يعني ماني مصدقه اني بقدر اطلع بساعتين.